نازل النهارده لان مصر مش عزبه، مصر ملكا للشعب والوطن للجميع، واحنا نازلين عشان تغيير الدستور، لان اللجنه الدستوريه كلها من اعضاء الرئيس، كلها من بيت الرئاسه بتشارك في الدستور القائم اللي هو دستور ما يعادلش الشعب المصري نهائي. ده كل اللي نازل عشان النهارده. احنا جايين النهارده نقول لا للجمعيه التاسيسيه، احنا جايين النهارده بنقول ان الرئيس اللي موجود دوت احنا مش ضده ولا معاه، بس الرئيس اللي موجود ده بتنتهي فترته مع انتهاء الفتره الانتقاليه، الفتره الانتقاليه تنتهي في مصر مع وضع الدستور، احنا بنطالب بانتخابات رئاسيه مبكره بعد وضع الدستور وحل اللجنه التاسيسيه اللي موجوده دلوقتي اللي هي اساسا باطله. نازل مواطن من الشعب المصري في مطالب رئيسيه هنا للشعب المصري تتنفذ حالا وفورا، وهي في ايد محمد مرسي. اولا العداله الاجتماعيه، لن تستقيم حياة في مصر إلا بالعدالة الاجتماعية، لازم الشعب المصري يعيش، يلاقي السكن، يلاقي الغذاء، يلاقي الكساء، يلاقي الصحة، دي أول حاجة. القصاص للشهداء، وهي لازم تيجي من العدالة الانتقالية، إعادة محاكمة الناس كلها. حالة تأسيسية أيا كانت المسودات الخمسة اللي هم مطلعينها، مش عارفين أنهي مسودة اللي هتمشي ولا أنهي مسودة الشعب هيصوت عليها. تاني حاجة عدم استحواذ الإخوان على مقدرات الحكم، وانا شايف ان كل ما بنقول اخوان الدوله مرسي او الدكتور مرسي رئيس الاخوان بيرد علينا بخبر زي امبارح ان تعيين حسن البرنس نائب لمحافظه اسكندريه وغيره كتير من الاسماء اللي انا مش عارفها من ضمنهم. تالت حاجه احنا ما بنعاديش حد، انا عن نفسي مش مشترك في اي حزب ولا اي جماعه ولا اي تنظيم، انا مصري مش هقول حر ولا سائر، لان انا بطبعي سائر، لان انا نزلت ودفعت وقفت في الميدان هنا عملت خيمه لمده شهرين بصفتي مصري بس، ولا مسلم ولا مسيحي ولا اي حاجه.